هدفها ايه. نروح الى اليوم السابع، وزير التموين استلام 3,600,000 طن قمح من المزارعين. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بعد مرور 36 يوما من فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الماضي، تم استلام أكثر من 95 من الأقماح المتوقع استلامها، حيث تم توريد نحو 3,600,000 طن قمح محلي من المزارعين حتى أمس، والمتوقع استلامه حوالي 4,000,000 طن قمح. وأكد وزير التموين في بيان صحفي على أن باب التوريد مفتوحاً يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً وخلال الإجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين لاستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين. ناخد على الهاتف الأستاذ وائل عباس معاون وزير التموين. أستاذ وائل صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليك يا مدام منى، وصباح الفل على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، دي بشره خير يا فندم، وان شاء الله باذن الله تكون البدايه الحقيقيه بقى لحل هذه الازمه. كلمني اكتر يا فندم عن تفاصيل استلام ال 3,600,000 طن قمح من المزارعين. الحمد لله، طبعا تم استلام حوالي 3,600,000 طن قمح حتى صباح لكن اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا متوقعين ان شاء الله المزيد. احنا متوقعين هذا الموسم من 3.7 ل 4,000,000 طن. ان شاء الله المؤشرات الايجابيه كلها احنا هنستقبل اكثر من 4,000,000 طن، والحمد لله ده اللي بيرد على بعض الناس اللي كانت بتشكي في موضوع الساعات التخزينيه. احنا عندنا ساعات تخزينيه تكفي حتى ال 5,000,000 طن ان شاء الله، ده باضافه السون الترابيه للساعات التخزينيه المطوره اللي احنا طورناها. طبعا احنا كل الساعات دي مفتوحه، متوقعين استلام المزيد ان شاء الله بمعدل توريد في الفتره اللي فاتت من يوم 1/5 حتى هذه اللحظه حوالي اكثر من 100,000 طن معدل توريد يومي. ده كان سؤالي بمناسبه كلام حضرتك عن الشؤون الترابيه يا استاذ وائل. معلش السؤال بس اللي انا بساله لنفسي، ايه اللي حصل خلى الحمد لله الازمه تتحل؟ عملنا ايه؟ يعني هل فتحنا مزيد من الشؤون الترابيه؟ هل يعني المطاحن مثلا فتحت ابواب اكتر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ لا ما حصلش حاجه غير ان احنا بس نظمنا، كانت ان الموضوع كان محتاج جزء تنظيمي مش اكتر، لكن الساعات كانت موجوده. احنا كان غرفه العمليات اللي شكلناها في مجلس الوزراء حلت جزء من الازمه، بمعنى توعيه الفلاح او توعيه المزارع بالمكان اللي هيودي فيه القمح بتاعه او الزرعه بتاعته بالتحديد، لان هو اغلب الفلاحين حصل فيه تجمهرات او تكدسات في بعض المناطق، وانا ممكن ان انا اوجهه على منطقه اخرى. فكان الخط اللي مفتوح بيني وبين الفلاح او المزارع تم انشاءه وتم عمل خط ساكن الحمد لله، وتم التجاوب مع الساده الفلاحين او المزارعين، استجابوا بالفعل لهذه الحملات الترويجيه لينا. واحنا بالفعل الحمد لله قدرنا نحل الازمه، ودلوقتي كل الناس اغلبهم تقريبا احنا وصلنا لحد نسبه 96% معدل توريد من المتوقع استلامه. طبعا احنا بنتكلم على حوالي 100,000 طن متوسط توريد يومي، بنتكلم حوالي اكثر من 200,000 طن. 100,000 طن يوميا تقريبا؟ بالظبط، من يوم 15/4 من يوم فتح باب الموسم التوريدي. بنتكلم طبعا ان احنا بنتكلم نسبه كبيره جدا، نسبه كويسه، معدلات اعلى. فطبعا ان شاء الله والحمد لله ما حصلش زي مواسم سابقه في مواضيع التكدسات والخلاف يعني. المزارعين يا استاذ وائل اخذوا مستحقاتهم وفلوسهم ولا طبعا المزارع انا بدي له مهله حوالي 72 ساعه ان انا اصرف له الزرعه بتاعته، اصرف له المستحقات الخاصه بيه سواء عن طريق بنك التنميه والاسكان الزراعيه او عن طريق وزاره التموين والتجاره الداخليه. تمام، 72 ساعه. 72 ساعه ان شاء الله. ده رائع، مفيش حاجات متاخره يا فندم؟ مفيش فلاحين ليهم فلوس عندكم من والله مدينينكم من زمان شويه؟ لا يا فندم، واحنا بس بننسق مع السيد وزير الماليه بان هو طبعا بعض المستحقات اللي كانت متاخره في الفتره اللي فاتت اللي هو يتم ضخها بالفعل، والحمد لله جاي للضخ يعني باذن الله. انا بشكرك يا استاذ وائل، بشكرك جزيل الشكر، وحقيقي ده مجهود حصل في انفراج اهي في الازمه الحمد لله حصلت، وباذن الله مش هيبقى في اي تاخير في المستحقات. ولو 72 ساعه طبعا ده اعتقد انه وقت قياسي الحقيقه، وقت ممتاز. استاذ وائل عباس معاون وزير التموين، جزيل الشكر.